بسم الله الرحمن الرحيم. متابعة لحديثنا السابق، مقدمة تفادي أخطاء البناء وتقليل خسائر البناء الذي قد تحصل بسبب سوء الاختيار نسبة حق المواد أو تنفيذ طريقة التنفيذ. الآن بنتكلم عن التربة الأرض اللي راح ينشئ عليها المبنى، سواء بيت أو مبنى أو أي نوع من البناء. هناك نوعين من التربة، تربة صلبة يعني تكون في جبال، مثل عندنا في البحرين تكون منطقة الرفاع أو منطقة عوالي أو عالي أو ميت حمد، فهذه أرضية أو طبقة صلبة سهل عليها البناء، ويختلف تصميم القواعد والجسور الأرضية لهذه النوع من التربة. ولكن عندنا مناطق ساحلية تكون التربة بتكون لينة وغير صالحة للبناء، قد تعمل ستلمنت، قد تعمل هبوط في المبنى. لذلك إشارة إلى المقدمة، لو كان الاستشاري أو المهندس المكتب الهندسي اللي راح يصمم المبنى، طبعا لابد حيسأل أو يطلب فحص للتربة. ممكن المكاتب البحرينية عارفين مناطق وقد يعتمد على خبرته السابقة في نوعية التربة لهاي المناطق، وعلى ضوءها يصمم القواعد. الخطورة في الأراضي اللي قريبة البحر أو في المناطق الزراعية القديمة، في مناطق كانت زراعة كثير في البحرين نخيل، وزيلت النخيل، ولكن لم يزال العروق النخيل والشجر تحت، ففي عروق اللي هو الروت يعني الجذور النخيل، فتكون في التربة، وهذه أحجام مختلفة راح تتحلل مع الزمن والذوب، فتترك فراغ، وإن كان التربة عمل لها كومباكشن يعني رص، ولكن هذه حجم الجذر راح يكون فراغ في المستقبل راح يذوب، إذن قد يسبب هبوط وإن عولجت الأرض وتم الكومباك يعني تم الضغط عليها. لذلك لابد من استبدال طبقة الأرض العلوية إلى الوصول لمسافة معينة يحددها المهندس، وتستبدل هاي التربة بصخور وطبقات من الدفان ورص، ويؤخذ عليها كومباكشن تيست يعني مقاس الضغط أن يكون في نسبة معينة. مشكلة أخرى قد تواجه اللي هو منسوب الماء عندنا. إذا الأرض قريبة البحر فمستوى يسمونه الووتر ليفل، السي ووتر ليفل، يعني لو حفرت مثلا نص متر بعض المناطق يطلع لك الماء، فإذا القواعد راح تكون في الماء. حاليا يعني المواصفات الحكومية تلزم أن الأراضي المدفونة في البحر تكون أعلى مستوى البحر في المد أقل شيء مترين أو مترين ونص. إذا أنت بتكون في القواعد اللي هي المفروض تكون تحت مستوى الشارع اللي هو الزيرو ليفل، تكون أعلى من طبقة الماء، لأن ماء البحر أكبر يعني خطر على القواعد، قد يكون يصدي بالحديد وبعدين تشلخ القواعد. فلذلك يجب أن تكون مستوى القواعد اللي هي في الأساس أقل من مستوى الشارع اللي هو الزيرو ليفل نسميه احنا زين، تكون فوق مستوى الماء أو رطوبة العالية. إذن هنا المعضلة في المناطق الساحلية أو قريب الساحل أو الأراضي المدفونة. عندنا احنا البحرين التوسع في البحر، ندفن البحر ونبني زين، على أي مستوى الدفان المفروض يكون يسير؟ لابد خصوصا في المناطق الجديدة اللي لسه ما عملت البنية التحتية، مثلا الشارع زين، ما هو مستوى أو منسوب الشارع في المستقبل بيجي؟ كثير مناطق شفنا ان البيت صار انزل مستواه من مستوى الشارع، وهي خطر يعني جميع الامطار
يعني من الشارع تخش البيت، والعكس صحيح، المفروض البيت يكون أعلى من مستوى الشارع. لذلك يحددها مكتب الهندسي. لذلك بالرجوع إلى المقدمة لابد من استشارة المكتب الهندسي ذوي الخبرة. إذا الطبقة صخرية خلاص يعني هاي سهل وممتاز يعني، فممكن تصميم القواعد اللي راح يصمم المهندس بيكون أقل كلفة من الأراضي اللي فيها تربة لينة ترابية. يعني في أربع أنواع من تقريبا أربع أنواع من القواعد اللي هو يسمونها isolated footing اللي هي قواعد منفصلة، وفي strip footing القواعد المتصلة مع بعض وهي تصلح الأراضي الرملية، وفي الرافت فانديشن يعني جميع مساحة البناء هي قاعدة تحدد سمكته حسب وزن البناء، حسب حجم ووزن البناء. الرافت فانديشن ما يستخدم للفلل أو البيوت، ممكن يستخدم حق العمارات إلى مستوى 4 أو 5 أو 6 أدوار. وفي البايل فانديشن طبعا هي يستخدم حق العمارات اللي هي 10 أدوار وما فوق. البايل فانديشن هو النزول بعمدان خرسانية إلى الطبقة الصلبة، يعني إلى الطبقة الصخرية، وقد تكون تحت 8 متر 10 متر 12 متر 15 متر، فهي يصير بايل فانديشن. طبعا هاي بيكون مكلف ولكن يطلب إلى المباني ذات الوزن العالي. ولكن إذا بنتكلم عن فقط الفلل أو البيوت، وهاي الرسالة أو هاي الفيديو موجه حق المواطنين اللي ما عندهم خبرة في البناء ويبغى يوفر في بناء البيت أو السكن له، فلابد يأخذ soil test، يعني يسمونه soil test اللي هو فحص التربة. هناك شركات مختبرات في البحرين متخصصة وأجهزة خاصة اللي هو يأخذ عينة من جميع طبقات الأرض تحت، قد تكون طبقة رملية فوق، طبقة طينية، وبعد طبقة صخرية، فهو يأخذ المستويات والارتفاع ويقدم هذا التقرير مع سكتش رسم يوضح طبقات الأرض إلى المهندس. فعلى ضوء هذه المكتب الهندسي أو المهندس المختص راح يصمم القواعد المناسبة لهذا المبنى، زين، تحاشيا من أي أخطاء في المستقبل أو settlement هبوط في المبنى، لأن أنت وقت البناء يوم عن يوم راح تزيد الوزن، راح تزيد الوزن. فيلا عادية يعني متوسطة قد يوصل وزنها إلى 150 إلى 200 طن، يعني أنت راح تزيد وراح يصير هبوط. لذلك وأن عملت الطبقة العلوية دفان بري، يعني نسميه دفان بري اللي هو التايب بي، ورصيته بالكمباكتر رول كمباكتر الكبيرة الرصاصة، وتأخذ تيست بيكون قد يكون وصل النسبة المطلوبة اللي هو 95% مينيمم من الضغط، أو يعملون لود تيست قد ينجح الفحص، ولكن ما زال الطبقة اللي تحت الطبقة الجديدة هي لينة. فمع عملية المد والجزر عندنا في الماء في البحرين، هنا في يعني البحر تحت الأرض، فراح يصير يوم عن يوم سحب لأجزاء هاي الطبقة، فبيكون فراغ تحت الطبقة اللي تصلحت، الطبقة اللي صلحناها قد تكون متر أو نص متر أو أكثر وأقل تحت إيش هاي الخطورة. زين، لذلك لازم يأخذ soil test مثل ما يبين في الفيديو، يعمل طبقات تحت يعني جميع الطبقات. على ضوء هذه يدرس ويحدد الحفر إزالة الطبقات هذه كم إلى كم العمق، واستبدالها بأي نوع من المواد. طبعا لابد يكون صخور، وصخور كبيرة مو صخور صغيرة. يعني كمثال إذا أنت حين جيت في أرض لينة وحطيت صخرة هاي حجمها ودست عليها بقدمك راح تنزل صح، ولكن لو كانت صخرة كبيرة ودست عليها ما تنزل. ليش؟ لأن مساحة الصخرة هذه بشيل الوزن اللي فوقها. لذلك كل ما كبر الصخرة يسمونها أرمر ستون، يعني متر أو أكثر أو حوالي تقريبا كذا،
فبيكون بيعمل طبقة أو لاير يعني هو طبقة اللي هو تحمل الوزن اللي فوقها. زين طبعا هذه لابد في الفجوات بين هاي الصخور الكبيرة تخص صخور أصغر يكون يصير لوك يعني بين الفراغات موجودة. وبعدين يدفن يفضل ليس سدفان بري في الطبقات اللي تحت مستوى الماء، رمل بحري أنوش ساند اللي هو رمل بحري غير مغسول يخش في الفجوات الصغيرة بين الصخور يكون يحكم فيها يعني خلاص يصير لوك ما يكون فراغ هناك مع الوزن قد الإج أو إحنا نسميه رأس الصخرة قد يكسر. زين فيصير هبوط تنزل يصير فراغ، فالرمل يخش بين الصخور هذه ويصير لوك. من ثم يرص برورال كومباكتر اللي هو الرصاصة الكبيرة هذه 21 طن أو 25 طن vibrated يعني فيه اهتزاز مو بس رايح جاي لازم تكون فيه vibrated، فراح تنزل أو يأخذ الصخر موقعه خلاص. ثم يكون في الطبقة الثانية إذا طلعنا فوق منسوب الماء قد احنا نعمل الطبقة الأولى وفي اللي هو ديووترينج ضخ الماء برا. إذا طلعنا على مستوى الماء في حالة المد مش الجزر في حال المد زين فوق الطبقة هنا ممكن نستخدم الدفان البري احنا نسميه التايب بي فيل اللي رمل بري نوع الطين فيه وحجر يعني 4 انش داون يسمونه يعني 4 انش 10 سنتي حجمها ونازل. فهنا مع يتداخل ممكن تعمل طبقة والطبقات ما تزيد عن 30 سنتي يعني 30 سنتي بلس ماينس وترص إلى أن نوصل إلى مستوى القواعد المطلوب إنشاءها. القواعد يعني البوتوم ليفل يعني حق القواعد، والقواعد لابد تكون أنزل من مستوى الشارع أو إحنا نسميه الزيرو ليفل. الزيرو ليفل عادة يكون الشارع اللي أمام البيت، إذا الشارع كان موجود فكان سهل، وإذا الشارع مو موجود لابد من تحويل المستوى هذا حق الشارع المستقبلي. طبعا هاي بالرجوع إلى وزارة الأشغال إذا الطرق نطلب منهم ما هو منسوب الشارع المستقبلي اللي راح يجي في المنطقة هذه. فهذه يكون الزيرو ليفل. عادة المهندس مكتب هندسي بيحط مستويات البيت نسبة إلى الزيرو ليفل يعني بيكون بلس أو ماينس، يعني القواعد بتكون ماينس كذا والجسر والأرضية بتكون بلس كذا يعني كم عتبة، يعني الشارع مدخل البيت بيكون ما يقل عن 15 أو 30 سنتي يعني عتبتين، بعدين البيت يفضل يكون بعد مرتفع 4 عتبات مينيمم إلى 6 عتبات. هنا ارتفعت بمستوى البيت قد تكون القاعدة تحت نازلة على مستوى الشارع طبعا لابد تكون، والجسر بيكون عالي. إذا هنا المهندس راح أكيد يحط يسمونه كولومنيك زين عمود من القاعدة إلى أسفل الجسر الأرضي. فهنا أنا تأكدت أن يكون بيتي يعني مبني على قاعدة صلبة. إذا كان صخرية لابد النزول بمستوى القواعد إلى أقل من مستوى الشارع برضو لازم. فهنا عليه تكسير، هنا التكلفة في الدفان في استبدال التربة. هنا قد تكون تكلفة إذا الأرض مرتفعة قد يكون في يعني هضبة ولا شيء وشارع تحت، فلازم أكسر يكون أنزل القواعد. لا يجوز القواعد تكون أعلى من مستوى الشارع، هاي خطأ، لابد تكون القواعد أنزل من مستوى الشارع. حاجة ثانية إذا في المناطق الرملية أو الساحلية هنا عامل آخر لابد يأخذ بالحسبان اللي هو تغليف القواعد بمادة اللي هو الووتر بروفينج، يعني يستخدمون البيتشمنت بينت اللي هو الصبغ هاي الأسود يسمونه بيتشمنت بينت أويل بيس مش ووتر بيس، يعني بحيث إنه يمنع دخول الرطوبة إلى القواعد، لأن الكونكريت هو ليس مادة عازل للبناء للماء، ليس ووتر بروف الكونكريت، لابد تكون فجوات يخش منها رطوبة أو الماء، خصوصا إذا لم يستخدم الهزاز الفايبريتر قد تكون هناك الهونيكوم يخش منه الرطوبة والماء. فلذلك يفضل في المناطق الساحلية أن نعمل ووتر بروف، يعني إذا عملنا البلايندينج الطبقة اللي هو الحصيرة هذه يسمونها اللي هو اللي تحت القواعد، يعني يحط البولوثين شيت 1000 جيج مو كفاية، يفضل حبذا لو كان الووتر بروف ممبرين 4 ملي
طبقة كاملة، يصفك القاعدة وبعدين تقلف. هنا أنا حميت القاعدة من وصول الرطوبة لها أو الملوحة اللي هي أخطر شيء على الحديد، قد يصدي الحديد، الحديد وقت يصدي يكبر حجمه ينتفخ راح يشرخ الكونكريت مهما كانت قوته. هاي نقطة واحدة مهمة. من ثم نبدأ بعد الفحص، في نوعين من الفحص حق التربة، حق رص التربة، اللي هو باكشن كورتس، يأخذ حجم معين من الطبقة العلوية ويحلل في المختبر نسبة الدفان في هذه الحجم كم يبين. وفي نوع ثاني من التست اللي هو الأفضل يسمونه لود تيست، يعني يجي شاحنة كبيرة ويحط بليت حديد وفي هيدروليك بامب يرفع الشاحنة زين وينظرون نسبة الهبوط كم. فهذه أحسن يبين إذا كان بيكون في ستلمنت، يعني هبوط في التربة ولا. طبعا هاي الفحوصات كلها الكورت اللي هو السويل تيست والكومباكشن تيست يروح حق الاستشاري ليحلل هذا حسب الموازين، وعادة يؤخذ كذا الموقع قصدي في الأرض، على ضوءها يعطي الموافقة للبد في القواعد. إن شاء الله ما نزل شيء، فإذا في أي استفسار أو أي شيء ملاحظة ممكن ترسل يكون نجاوب عليها ونغطيها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.